بعد عقود حافلة بالعطاء لوطنه وشعبه وأمته، يرحل السلطان قابوس بن سعيد، ويترجل الفارس عن صهوة جواده، مفارقا أحباءه ورعيته، ومسدلا الستار عن حقبة ساق فيها بلاده إلى بلوغ مرحلة الوحدة والنهوض، مرحلة مهمة من مسيرة سلطنة عمان التي قادها جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، لتكون أنموذجا يحتذى ويشار إليه بالبنان على صعيد منجزات التنمية الشاملة التي أصابت سائر مفاصل الحياة في الوطن عمان. يغادرنا الرجل الشهم وصاحب العزيمة ورجل السلام الذي يشهد له القاصي والداني بحكمته وحصافته وعدالته. يفارقنا السلطان قابوس ليلقى وجه ربه مطمئنا على مستقبل البلاد التي كان له الفضل بعد الله تعالى في ارتقائها إلى ما هي عليه الآن من ازدهار وتحضر. يرحل قابوس صاحب الشخصية المتميزة الذي وضع بصمته على كل ركن من أرجاء الوطن عمان، ويترك آثارها في شتى المحافل الإقليمية والخليجية والعالمية، شخصية ذات أياد بيضاء وصاحب مساهمات ومواقف مشرفة إزاء القضايا العربية والإسلامية المصيرية. لم يبخل يوما بحكمته وحنكته ليمد جسور التواصل والصداقة مع كل أرجاء العالم. أما على صعيد العلاقات المتميزة بين دولة قطر وسلطنة عمان، فقد كانت نموذجا وستظل يحتذى به للعلاقات الأخوية بين بلدين شقيقين وشعبين يسموان نحو المستقبل بخطى واثقة تجمعهما رؤية واحدة نحو المحبة والسلام. في قطر تظل المودة والأخوة راسخة تجاه الراحل قابوس وتجاه سلطنة عمان. ونحن في دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا نعتبر أنفسنا شركاء في العزاء وفي الخطب الجليل الذي ألم بشعب عمان، فنحن وإياهم ننتمي لحضارة وثقافة وتاريخ ودم واحد، حاضرنا واحد، وكذلك آفاق مستقبلنا. نقول للسلطان قابوس وداعا، والأكف تنطلق في خشوع ضارعة إلى المولى عز وجل، مبتهلين بأن يتغمدك بواسع رحمتك. وداعا قابوس رجل السلام وباني نهضة عمان، لقد تركت خلفك إرثا كبيرا وبلدا حضاريا وشعبا عظيما قادرا على البناء والإعلاء فوق ما شيدت وبنيت. فكل من عرف قابوس وعرف بانيها وقائدها قابوس بن سعيد، فإن لسانه سيظل يلهج بذكر منجزاته وأفضاله وحكمته التي خلدت ذكراه في قلوب أبناء شعبه، لا بل وفي وجدان العرب جميعا. فرحمك الله يا قابوس، وأثابك خير الجزاء على ما قدمت. حملت راية الوطن منذ أحلك الظروف وعبرت بها نحو الرخاء والأمن والاستقرار، ليتسلمها من بعدك اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، خلفا
لرجل عظيم سوف يكمل بإذن الله مسيرة العطاء في سلطنة عمان الشقيقة.